هاني محمل بذور طماطم، تعال صورها، هاي بذور بطاطا نحملها، شوفوها هذا الكيس مال بذور، وهاي السيارات المحملة، صور لي السيارات، كلها نوعية واحدة وكيس واحد، وكل شيء يصبح هذا الليبل مالته، الليبل مالته، وهاي البضاعة بضاعة صناعة مالتها هولندية اللي بالسيطرات المعروف عندنا، نمشي بهذا المنافيس، هذا المنافيس مال اقليم كردستان، مال ابراهيم الخليل بعد توحيد الجمارك، وبعد ما شالوا سيطرة الصفرة شالوا السيطرات اللي محايدة لاقليم كردستان، هذا المنافيس كامل، هذا الفحص مال الصحة مالتهم كامل. اجيت للسيطرة قالوا يابا ما ياكل هذا المنافيس، ليش عيني ما تاكل؟ قال ممنوع البضاعة، يابا الممنوع، يودوه على الحجز، يودوه على الجمرك، سلموه للقضاة واللجان تطلع عليها هاي البضاعة ممنوعة وما ممنوعة. قال لي لا، تروح تجيب اجازة استيراد. عم يسار، رحت جبت اجازة استيراد، وهاي الاجازة مال استيراد مالتي اسم الشركة، جبت اجازة استيراد. قال لا، ما تفيد اجازة الاستيراد، تروح تجيب طلع وجهي، انت مو طلع نص من عيني، تروح تجيب لجنة من الزراعة تكشف هاي صالحة للأكل لو صالحة للزراعة. رحت جبت لجنة، وهذا الكشف مالتهم، كشفوا السيارات خلوها، ورقم السيارة قال لي ما ياكل، كشف لازم كتاب رسمي. رحت للزراعة مال كركوك، انطاني هذا الكتاب الرسمي المختوم الجاهز كامل، شوفه. اجيت عليه ابو الجيش يقول انا ما اعترف بالسيطرة، ما اعترف بالزراعة. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات برنامج صوتكم. للمشاركة بالبرنامج من داخل العراق تقدرون تدقون علينا على واحد من ذني أرقام الاثنين اللي تشوفوها أسفل الشاشة، أما من يسكن في دول المهجر أو الأشقاء العرب من المحيط حتى الخليج العربي يقدرون يتصلون بينا على واحد من ذن الأرقام الاثنين، فعندكم أربع أرقام للاتصال، أرقام الخارج ذن الاثنين وقبلها رقمين للداخل، ذن الأرقام فقط للاتصال، أما هذا الرقم اللي تشوفوه أمامكم هذا رقم الواتساب، رقم الواتساب مثل ما تلاحظون مكتوب للمشاركة عبر الرسائل هيئة جو أصبعي. فإذا ما حصل لنا الشرف بأن نسمع صوتك أخوي العزيز أو نسمع صوتك أختي أو أمي العزيزة، نعتذر منكم إذا ما حصلتونا، إذا تردون تشاركون ويانا تدزولنا رسالة مكتوبة على هذا الرقم، رسالة على هذا الرقم، ما أقدر أستقبل مكالمة صوتية على الواتساب، ما أقدر أستقبل رسالة صوتية على الواتساب، ما عندي إمكانية استقبال فيديو على رقم الواتساب اللي كنتوا تشوفوه قبل شوية هنا، اللي عنده فيديو يريد يشارك على شاشة الرافدين يدزه. الشريط الأبيض اللي دا تشوفوه جوا اللي دا يمشي هذا اللي بيه أخبار، في نهاية هذا الشريط أكو نافذة اسمها نافذة أنت ترى، بها رقمين بهن واتساب، دزوا فيديوهاتكم وإن شاء الله نتابعها. الفيديو اللي شفتوه قبل شوية لتاجر عراقي، تاجر عراقي عنده 5 أو 6 سيارات محملة ببذرة بوتيتة، هي البطاطا بذرة، يعني يستوردون حبوب من المواد الزراعية تستخدم للزراعة فقط، يعني اللي جايبه هو ذني شاحنات، ذني ماخذين يوديهن للفلاحين حتى يزرعون هاي البوتياتا، حتى تطلع أجار بوتياتا يسوون منتج محلي. طبعا الفيديو طويل جدا، اضطرينا نقص بدا يعني جزء من عنده حتى نبين لكم المعاناة اللي يعانيها هذا التاجر مع السيطرات ومع الجيش في سبيل أنه يخرج ذني التريلات. لكن هو في الفيديو يقول بالأخير، قال للضابط أنه أنا ما أعترف بهذا الشيء، أنا أريد $500 على السيارة الواحدة حتى أقدر أعبر لك إياها، لما ما وافقت حولوها من مادة صالحة للزراعة إلى مادة للاستهلاك البشري، فإذا هي مخالفة للضوابط فهي تمنع. يقول لما رحت قالوا لها ما ممنوعة، ما بين ممنوعة ما ممنوعة ما ممنوعة ما ممنوعة،
بذور موجودة بالتريلات على السيطرة، والفلاحين حرثوا قياعينهم، إذا مطرت الدنيا تفسد القاع. إذن هسا أكو مشكلة، الفلاح الضرر والتاجر الضرر والمواطن راح يتضرر. ليش المواطن راح يتضرر؟ لأنه هذا المفروض منتج محلي، يعني واحد جايب بذور إلى مزارعين حتى يقدمها للفلاحين، حتى الفلاحين يزرعوها، حتى يحيل عليها الحول ويحصدوها، حتى يشيلون الحصاد مالتهم ويدخلوا للسوق يبيعوه كمنتج محلي، حتى ما يضطر المواطن العراقي يروح يشتري المستورد. لكن اللي دا يصير شنو؟ الفلاح الضرر لأنه ما راح يقدر يزرع، التاجر الضرر لأنه البضاعة ما راح تتلف بالسيارات نتيجة أنه أكو واحد معاند وياه لأنه ما طاف فلوس، والمواطن الضرر لأنه راح يدفع فلوس زيادة حتى يشتري منتج مستورد، منتج أجنبي جاي من الأرجنتين. زين، فدافعين عليه جمرك ودافعين عليه فلوس ونقل وتوصيل وما أعرف شنو، حد ما وصل للبقال يجي المواطن للبقال ده يشتري هاي البوتياتا يلقي سعرها أعلى من المنتج المحلي لأنه بيها كل هذن الأمور. السؤال اللي ينطرح هنا أنا، شو الحكومة العراقية اللي موجودة في بغداد يوم أكو تضليل ويوم أكو مشاكل ويوم يعترف الكاظمي أكو أبرياء بالمعتقلات ويوم يعترف أنه أكو مشاكل ويوم يعترف أنه أكو رشاوة، والمواطن العراقي دا يدفع ثمن والحكومة حائرة، هذا يزور فلان وهذا يطب يم علان وهذا يروح لاجتماع الحنانة وهذا يرجع من اجتماع الحنانة وهذا يجددوا لرئاسة برلمان، هذا يطور رئاسة وزراء، والمواطن يباوع عليهم ويقول شو وقت يفكرون بيه. بعدين هاي الأتاوات كنا نسمع وإحنا صغار كانوا أكو شقاوات يأخذون أتاوات من الناس، بس الدولة حاربتها لأنه شيء غلط. شو هسه من المفترض أنه أكو جهة تقول أنه أنا تابعة إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة وأنا عندي هيئة وأنا يصرفون علي مليارين دولار سنويا وأني أدافع عن أرض الوطن وأدافع عن شرف الوطن وأدافع عن وحدة الوطن وهي اللي تساهم في تحصيل الأتاوات من الناس. الخلل وين؟ أسامة من كركوك ويانا حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أخوي أهبل شونك؟ هلا بيك يا الغالي. أشكرك وأشكر القناة على برامج القيمة. حياك الله. لي خمس أيام أتصل عليكم ما أحصلكم. مع شديد الأسف من سوء حظنا. أشكرك مع حول مجزرة الجبيلة اللي يحتفلون السياسيين مثل ما تفضلتنا فلان زائر فلان وفلان رايح العلام. قصدك جبلة مو جبيلة؟ نعم. أجبل نعم. نعم. زين هم حتى يعني مشتفين بهاي القتل الناس العبرية حتى حداد عام دولة أنزولة ما سووا على هاي المساكين العائلة اللي مرضى. نعم. وهالي وحدة من آلاف أخ أفل. هالي مو هاي المرة الأولى ولا الأخيرة. هالي وحدة من آلاف. والبارحة يطلع واحد محكوم إعدام تهم تهم مخبر سير وشاي كيتية محكوم إعدام بعدين يطلع القضاء ورا سبع سنوات يكتشفون القاتل الحقيقي ورا سبع سنوات الله يفرجون عليه. هي هاي قانون هو هذا عدالة. احنا ما عايشين، احنا عايشين بغابة وخوف ورعب. اخ افل لا تحتب على دورة ملتهين فقط يحصل منصب الفلاني تايبوغ فلوس من الوزارة والكوميشنات وهاي هي. والعراقيين هسه نفط ماكو، اغلبية الناس نفط ما عدا جالبين سرع على محطات بنزين ماكو نفط ماكو جاز ماكو مدري وين راح يوصلون الله وكذا. يعني لو يقولون اطلعوا العراقيين خلونا نستفاد منها النفط الناس تطلع ما ضل لها صبر يا أخي أسد. عيش يا رجيج مصرف ماكو وين راح يوصلون بينا يا أستاذ أسد والله ما أدري يعني. نعم نعم الله عليك وأنا أشكرك على هذا البرنامج ورحم الله والديك. شكرا شكرا لك أخ أسامة. إحنا نعتذر من عندك، أنت تقول صار لي خمس أيام أدق على قناة الرافدين وتحاول تحصلنا وما تقدر تحصلنا. السبب معروف بالنسبة لك وإلنا لأنه أكو تشويش على أرقام الهواتف اللي تخص برنامج صوتكم لأجل أنه ما نقدر نسمع صوتكم. الحمد لله والشكر اللي سمعنا صوتك وتشرفنا بيك، ونتمنى من عندك أخو سامة أن تتواصل ويانا وتظل ويانا. ولا شكر على واجب بالنسبة لبرامجنا، هذا واجبنا تجاه شعبنا العراقي وتجاه بلدنا اللي هو العراق. عبد الرزاق من بابل حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام.
استاذ أسد، بالنسبه للمنظومه الزراعيه ومثيلات امن الصناعه نعم والتعليم، هذا كله يعني اليوم اصبح مستهدف من قبل النظام الحالي والنصائح الاقليميه او الفتاوى الاقليميه اللي تعطيهم التوجيهات يشتغلون على تدمير البلد، لا زراعه لا صناعه لا تعليم. هذا اصبح اليوم واضح، يعني احنا نعرف هذه الحكومه هي مو حكومه عراقيه حتى على مود الدافع عن حقوق العراقيين وترفع من المنتوج الزراعي او تحافظ على الصناعه او تحافظ على صحه المواطنين. هاي اصبحت اليوم معروفه ومكشوفه كل الكل الانقاص والدعني. لكنه انا اليوم اريد اعرج على بعض الحوادث اللي حدثت خلال هالفتره هذه ومرت مرور الكرام وما الاعلام سلط عليها الضوء، يعني لانه هي الحوادث مؤلمه استاذ افل. منها يا استاذ افل العطله الرسميه اللي قبل البارحه وقت اول البارحه اللي صارت، والعطله الرسميه هي مو اللي رمز وطني. الشخص انقتل على ارض العراق وخدم بلده، هو ما خدم العراق، وصار يعني الحكومه العراقيه اقرت بانه يكون هذا اليوم يوم ذكرى وعطله لرفع استذكار هذا الشخص اللي هو سليماني. نعم. انا استاذ أسأل، هذا الاستهداف وهاي الذكرى تخطيط لما بعدها. يعترف قصدي لانه احنا اذا انشكفنا على هذه المناسبه راح تصير هذه مرور السنوات اذا بقوا دولة بالحكم راحوا يمشوها ويمشوها على العراقيين، وهذه مو مناسبه عراقيه. نعم. الشيء الثاني استاذ أفهم، تهديم تمثال المتنبي. هذا التهديم لتمثال المتنبي هو القضاء على الثقافة العربية، لأنه المتنبي هو يمثل الروح العربية ويمثل الرمز العروبي، فهم يحاولون يقضون على أي شيء عربي. ليه؟ نعم. لأنه قبل فترة حبيب الخميني، قبل فترة صدح لي يا أستاذ أفهم، بس خلينا نوضح هاي، قبل فترة حبيب الخميني قال كلمة كلش مؤثرة بانه الامام علي سلام الله عليه فارسي، وهذه طعن بالقوميه العربيه. فاتمنى من كل المسؤولين سواء بالاشخاص بالسياسه بالامور الدينيه العربيين، يعني ما اقصد الفارسيين. نعم. لانه هذا طعن بعروبه الدين الاسلامي. نعم. شكرا 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 لك اخ عبد الرزاق. عبد القادر من الفلوجه حياك الله. عليكم السلام والرحمه والاكرام. شلون الصحه؟ هلا بك يا الغالي. اخوي احنا الان قدام حكومه طائفيه. نعم. انت تمشي بالسياره تطلع من البلدوزر غير مكان على الجنسيه ما تكي ينزلوك. نعم. ليش ينزلوك؟ على الجنسيه يقرا جنسيتك بلدوزه مباشره يقول لك انزل على الحاسبه. اغلبيه السجناء ابرياء وباعترافات الثقه الحكومه. نعم. الو وياك. صوتي واضح؟ واضح اخوي. اي عمري، فاحنا هنا هسه ما عندنا حق الناس، اكو سياسي نزيه، لا اكو سياسي شريف، لا اكو واحد عنده غيره. نعم. حتى احنا يعني اذا الواحد يناسب اليهودي هم يعني اليهودي يستجيب. اقول لكم ماكو لا غيره ولا شره. نعم. وما اعرف احنا نتكلم لله سبحانه وتعالى. لان انت ما تحكي ما تناسب ما في اي نتيجه قدام هاي الحكومه. هاي الحكومه تنتقل من الشعب
دمرة المصالح، دمرة الدراسة، دمرة التعليم، دمرة الصحة. لا حول ولا قوة. نعم. والحمد لله والشكر نسأل الله يخلصنا من عدهم، يدينا شخص شريف حتى لو يجي واحد والله من إسرائيل أن نستقبله، بس أهم شيء ينقذ هذا الشعب المظلوم. نعم. وجزاك الله شكرا 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 لك اخ عبد القادر. كان المفروض يدخل ويانا من ابو غريب ابو علي لكن انقطع الاتصال وياه، اتمنى يرجع لنا مره ثانيه ونسمع رايه. يعني اني الاخ عبد القادر يقول يعني هسه لما واحد يركب سياره دا يعبر من منطقه الى منطقه هسه ينزلوه من على الجنسيه، اذا هو من مكان معين يقولوا له انزل تشيك الحاسبه. هي لو اكو دوله محترمه صحيح، يعني فرضا لو اكو شخص مطلوب، مفروض هم مقدمين بلاغ بمطلوب فلان ابن فلان الفلاني والاسم موجود او واحد مطلوب وهاي صورته، بحيث لما يدورون عليه يدورون على الصوره على الشكل يباوع بالوجوه يشوفه هو لو مو هو او الاسم بايده ويقارن. اما انه كل واحد ينزل يشيك الحاسبه وراها يختفي، اريد اعرف وين التنظيم بالموضوع. المهم نرجع لموضوعنا الاتاوات. الأتاوات هي مو بس على التجار، حتى المواطنين دا يدفعون أتاوات، حتى أصحاب المحال دا يدفعون أتاوات، حتى اللي ساكنين بالبيوت دا يدفعون أتاوات. ذن الأتاوات ليش دا تنخذ وليش دا يدفعوها؟ إن كان الجيش، إن كان السيطرة، إن كان الحشد، إن كان لأي مكان، ليش المواطن يدفع أتاوة؟ ليش؟ أبو شيماء من بغداد حياك الله. السلام عليكم تعالى. عليكم السلام والرحمة والإكرام. استاذ العزيز هذا من ليش تسمح لهذا من الحية عبد الرزاق ما تسمع هذا إنسان طائفي أتقل التجابق على الإمام علي سلام الله عليه وعلى هاي على سؤال بعيدة عن البرنامج وخلاف البرنامج. أبو شيماء أبو شيماء أبو شيماء من رخصك أبو شيماء، يعني هو بشنو بشنو أساء عبد الرزاق؟ عبد الرزاق يقول يقول حفيد الخميني يقول الإمام علي فارس يقول هاي إهانة لنا كعرب لازم نوقف ضده، بشنو أهان؟ وين منين جاب المصدر هو؟ شنو هو؟ والله يا أخويا أخويا حق الرد مو إلك، المفروض حق الرد إلى حفيد الخميني هو يرد. هذا هو عبد الرزاق الله وكيلك اتوقع شو منين جاب هاي الروايه. زين موضوع الاتاوات على الناس، اوكي هذا الموضوع ان شاء الله ابلغ الاخ عبد الرزاق ونبلغ اي واحد يريد يوجه الاتهام لاي احد ما يوجه اتهام بعد. اي من عرب طائفي احنا اخوان وهاي هذا السوالف هاي احنا ما حكى بطائفي يا اخويا. الو استاذ ما حكى بطائفي، شنو اللي قاله طائفي؟ قال هذا اليوم ما يصير يصير اليوم ما ادري شلون على هذا ما يصير يصير اليوم هذا اليوم زين. حبيب قلبي انت تقول ماكو هيك كلام، انا المشكله ما اقدر ما اقدر اشغل الفيديو ما اقدر اشغل الفيديو بتاريخ 4/1/2022 حفيد الخميني موجود على اليوتيوب هياته الامام علي اصله فارسي. يلا اخوي العزيز بس الامام علي اصله فارسي اخويا العزيز؟ مو حبيبي اصله هو مسلم عربي هو من قريش. لا انت اخويا العزيز اخويا العزيز الاخ عبد القادر يقول هذا الشيء اساءة لنا كعرب، عفوا عبد الرزاق اساءة لنا كعرب ما المفروض نقبل به. موضوعنا الاخ عبد الرزاق رايه في هذا الموضوع هكذا. انا موضوعي مو اصول سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام واصله معروف وفصله معروف من لب الامة العربية، ما نريد ندخل في هذا الموضوع. موضوعي اخويا ابو شيماء الأتاوات اللي تفرضها الحشد والجيش على الناس، تريد تحكي بهالموضوع لو لا؟ يا حشد ما ياخذ الأتاوات، الحكومة تاخذ هاي هاي شغلة ما أعرفها شلون يعني وين هذا يبدأ هاي ماخذين الأتاوات؟ منين ماخذين؟ شلون يعني؟ منين ماخذين الأتاوات؟ من الناس، من التجار، من التريلات. يا أبو قال هاي ها؟ هاي التريلات هاي من الجيش، الحشد ما لها علاقة، جزء الجيش.
ضابط وياهم متفق، بس الحشد ما له علاقه. تمام تمام ابو شيماء. ابو شيماء يقول الحشد ما له علاقه بهذا الموضوع. شكرا جزيلا لك ابو شيماء. صباح من بغداد، تفضل اخوي. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. طبعا الحشد الميليشياوي هو عنده مكاتب اقتصاديه بكل محافظات العراق، ومهيمن على اغلب المنافذ الحدوديه سواء بالقائم او الوليد او طريبيل، كل وحتى عرعر وحتى الى ميناء البصره، المنافذ الحدودية الموجودة في ديالة مسيطر عليها، وكل المخدرات اللي طبنا احنا نطب عن طريق الحشد المكدش نريد نسميه، اللي ابو شيماء الذيه اللي دافع على الحشد. الحشد هو خلف شيء ما سرق وما باقى وما ياخذ خوات من الناس. هاي الارصفة سووها ببغداد كلها ياخذون فلوس من السيارات اللي تقف على رصيف للدولة، ياخذون من عنده محمي من قبل العصائب، محمي من قبل البدر، يحكي هو اللي واقف ياخذ عتاوات من السيارات، يحكون باسم الحشد. في هاي موجودة كل المحلات اللي موجودة يدفعون خاوة للحشد، وإذا مو يدفعون للحشد فأمر القاطع سواء كان جيش أو داخلية مثل الجيش الموجود هو اللي ياخذون علاقاتهم مع المحلات ومع التجار، لأن يريد يمشون أمورهم، فمضطرين الناس تدفع خوات المن للجيش إذا كان القاطع للجيش. أما إذا اتحادية فالاتحادية سمعتهم معروفة بهذه المواضيع، والسيطرات الموجودة اللي تدخل إلى بغداد والمحافظات موجودة كل السيطرات. أي تاجر، وشفنا إحنا أحد الأخوة اللي عنده مستورد مادة البطاطا للزراعة، شفنا شلون وقفوه وأخذ مخاوة من عنده وما يقبل يدخلوه. زين أنتوا مو تريد تدعمون الزراعة، إذا أنتوا جاي تعملون بأمر تاجراتكم الفارسي. يعني بس أبو البوتيتة، بس أبو الدجاج، بس أبو الطماطة بدون استثناء. أي تاجر عراقي يريد يستورد ما يسمحوا له لا بالزراعة لا بالصناعة لا مواد صناعية إلا يدفع خاوة للسيطرة، والسيطرة هي مشتركة من جيش وداخلية وأجهزة أمنية من وطني وهيئة الحشد الميليشياوي المجرمين القتلة اللي دافع عليهم الذيل أبو شيماء أرجع علي النوب. فاحنا هاي السيطرات جاي تاخذ خاوه، وفيديوهات نزلت مسجله للمواطنين التجار جاي يعانون من سيطرات، ووقف عاجز قائد القوات المسلحه القائد العام مصطفى الكاظمي عن حل هذا الموضوع، وكل اللي موجودين من استخبارات وشؤون وغيرهم مشتركين جاي يستفادون، بل اكو ضباط يدفعون دفاتر في سبيل يروح بسيطره يستفاد منها براس منه، براس المواطن الفقير سواء من الجنوب من الغربيه من بغداد. والمشكله وين تجي؟ هذا كل تدمير للاقتصاد البلد. يعني من انت تجي تحارب الفلاح او التاجر اللي يساعد الفلاح بالبذور او بالاسمده، جاي تحارب التاجر الفلاح شلون راح يزرع في سبيل ندعم الزراعه؟ اذا هم متقصدين على تدمير العراق، عندهم دمر ولا تبني. هذا مصفى بيجي من شاله؟ شالوه العصائب وحزب الله فرهدوه كله مصفى بيجي. هاي الطرق وغيرها دمروها، منهم دمروها كلها الميليشيات والحشد. الحشد هو أصبح منظمة مافيا، هم اللي تاجرون بالمخدرات، هم اللي تاجرون بالملاهي ويفتحون الملاهي بكيفهم، هم اللي تاجرون بالزراعة المخدرات في العمارة في 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 الحدود مال الأنبار على سوريا. فهم كل بلاءنا احنا من الحشد، بلاءنا كله من الحشد. والحشد هو لو ما ماخذ على الدفاع والداخلية ما كان سمحوا له، لكن هو الظاهر سلطته أعلى من القانون والقضاء وأعلى من الدفاع والداخلية، حتى يطلع لنا واحد مثل أبو شيماء يقول ماكو هيج حكي ويجيبها على سيدنا علي. سيدنا علي معروف أصلا عربي، ورب العالمين لو حاب أمة الفرس عبدت النار كان نزل عليهم رسول، كان نزل عليهم نبي، الله يقردهم لأن يعرفهم مو أوادم. والذيول اللي عندنا العراقيين ما اكثرهم همين طايرين وراء ايران، لكن اما دمرتنا هاي جار سوء. هذا شنو تدافع عليه وما بيها شيء وماكو فرق؟ لا اكو فرق بين العجم والفرس، اكو فرق. واصلا حتى سيدنا علي قال اللهم اجعل بيننا وبينهم جبلا من نار، يمكن المقوله عمر بن الخطاب. نعم مقوله نعم. سيدنا عمر نعم. يعني الصحابه كانوا يدعون من رب العالمين ان يصير بيناتنا جبل من في سبيل نخلص من شرهم.
احنا شرنا كله من الذيول التابعين الى ايران العراقيين، ومثل ابو شيماء وامثاله، ومثل هسه المواطن العراقي شلون يعني وين يطي وجهه؟ اللي يفتح له محل اذا ما يدفع شلون يعيش عائلته؟ فهو المواطن مضطر مثل ما حكيت بسؤالك، تقول المواطن ليش يطي؟ مو اكو فشي يجبرك مثل باب لا اقصبح علي، مو سؤالي ليش المواطن يطي، باي حق نعم. هم ياخذون هم متعودوا على الحرام وتعودوا على الفساد وتعودوا على الفلوس والصرف، ولازم يسافر ولازم يشتري ولازم يسوي يصعد سيارات جكساره. لكن المواطن نعم. مواطن والله ما يعني لا حول ولا قوه، مضطر ان يدفع في سبيل يمشي اموره. حتى نعم. الدوائر الحكوميه الرشا بيها الموجوده مضطر حتى تمشي معاملته، وهذا كلها يشرف عليها من هو؟ مصطفى الكاظمي ووزير الداخليه ووزير الدفاع والاجهزه الامنيه، قاده الاجهزه الامنيه والقضاء العراقي اللي يسمح نعم. بالرشا ويسمح بالفساد ويطي وبعلمه هو هاي كلها العتاوات. نعم شكرا لك اخ صباح. ضياء من الفلوجه حياك الله. السلام عليكم ضياء، شلونك استاذ؟ هلا بيك يا الغالي، تحياتي لك وقناه الرافدين الشريفه. حياك الله اخوي، وسنه خير وبركه على العراقيين اجمعين، سنه شيعه ان شاء الله، كرد ماك فرق ان شاء الله، يوم يقضون على الفاسدين ان شاء الله يا ربي. نعم. ويوم يقضون على السراق، ويوم يقضون على كل شيء بالعراق، مو يجين يقضون عليه يا ربي. بهالسنه 2022 ملينا يا استاذ، احلى يوم يا نحكي، هي بس يعني هاي البنيه المغتصبه بس مصيبة الإجبلة يومية مصيبة تات، يعني ما أعرف المخدرات، ما أعرف حكومتنا، ما أعرف البشر تغير، يومية نحشي ونقول يومية مصيبة. أبو الهيئة طاير وراك لا تقف وشيل لك عبري، أبو المرور طاير وراك يعني تقف لك على جذرة تأخذ لك ألف بيت حط بعقال. فأنا راح أنجبل أحشيك إياها، أترك الكية ولو لو لو أسلك يعني 100%. يعني البارحة وقفت من نتيجة يعني مو شنو في عمري، كانما يعني انت بس قادر. هم شو ما تستاهل هسه مطابقين القانون، امراض الفقير او المخدرات ما يحكي وياه، اللي يسوي ما يحكي وياه، اللي يسلم ما يحكي وياه، امراض الفقير اللي يجيب له 1000 2000 يحط بحلق عائلته تعال لا تقف. شلون وقف وشريت لك عبري؟ شلون وقف وانت ما عندك بعد مال سياره؟ قلت له عمي انا هالعراق الشيء مالته بخرب العراق، لا بلا ذبك يا وحرق اقول لك يا والله. يا استاذ اسد يوميه مصيبه عمي، مليانه اريد يوم نرتاح تجينا سنه خير. ماكو يقول من هذا يغني يقول شو، كل ما نقول انقبض عين الزيت شو، يوميه سنه جديده لا بيها تعيش، بيها ضيق وبيها فقر وبيها مصايب وبيها استاذ افد. والله العظيم المشتكى لله، خلوا بين عيونكم عمي على هالبلد هذا اللي بيئمه الخاطر، يئمه البيت الخاطر، الفقره الخاطر، من العرامين الخاطر. انت تفاعل ثلاثة، انا يوميه جاي كل فرع بي وخلف كلايت بي 30 وحدة ما أعرفهم، يعني 30 مجدية واقفة ما أعرف. صحيح تجارة للحكومة ما تحارب هذا الشيء. والله يا سادة أسد نقول إن شاء الله مشتكان لله، أن الله ينطينا إن شاء الله ويدحق عليهم. شكرا أيه. لك أخ ضياء. محمد من هولندا حياك الله يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. هلا بيك يا الغالي. بالنسبة لمنتصر المستشفى مجد بالحج الشعبي. نعم. يمكن أخذ أسمع فضيحة هذا أحمد الأسدي. نعم. أحمد الأسدي فضيحته بأستراليا. نعم. الحج الشعبي. اللي بيقول بيت الشرطة الأسترالية البوليس بيقول بيت 10 مليون دولار. بيته. يعني هذا مصرف جيب وموجودة هاي فضيحة العربية والجزيرة سمعتوا بها خاتك. نعم. هذا بس قولي حد الشعب حرامي، يعني مصرف جيب حط جيب 10 مليون منين جبتها؟ يعني هذا بس قولي حد الشعبي. نعم. يعني بس مصرف جيب 10 مليون وانت بعد ايش من هو حد الشعبي؟ نعم. بمناسبة يوم سليماني المجرب يعني يسوون عطلة رسمية، هو قاتل الشعب العراقي، قتل أبناء العراق، هجر الناس، دمر المدن، هذا المجرم من على أبوكم له سليماني استلق الجهنم، على يا أساس سوى سليماني ما توصل بغداد له سوى سليماني؟ قبل يقولون صدام نفوس الشعب العراقي سوى صدام أكثر من نفوس الشعب العراقي، أما صدام بين البلد أمانة من إيران ثاني سنين عمر رأيتم سويتوا القتل والدمار، على يا أساس
سوى ذكر سليماني هذا مجرم القاتل صاحب دماء دمر العالم، الله ينتقم منه فهو بجهنم، ما ما يحتفلون هو يتجلب بجهنم. أشكرك أخي فلوجة. شكرا لك أخي محمد. أبو عراق من فلوجة حياك الله. عليكم أخوي أستاذ. هلا بيك يا الغالي. والله أستاذ هي صارت بخت هاي بعوره والله، مع الأسف والله على العراق هذا، والله والله تمزق قلوبنا. يعني ما خلوا شيء ما شوفونا إياه. هذول الحفالة، حفالة المجتمع اللي كانوا بالخارج يقدون الخبزة، هسه صاروا أسياد، بس إن شاء الله ما يكون أسياد، خليهم على كيفهم. بس ترى العراق يرجع إن شاء الله يتعافى بأهله، لأن أهل الوطنيين، أهل اللي ولاهم للوطن والدول الخارجية. ما عدنا إحنا إن شاء الله الشعب العراقي ولانا كلنا لهذا العراق العظيم، العراق اللي راحوا به شهداء، راحوا به جرحى وبه أكفياء إن شاء الله. خاف يتصوروا نفسهم راح يظلون أسياد، لا ما يبقون، لأن هم أكثرهم إجوا على ظهر الدبابة، وإجوا على دزتهم العصائب مالتهم، دزتهم قالت لهم روحوا اشتغلوا هناك بالعراق، بس إن شاء الله ما يبقون. احنا عندنا امل بالله كبير ان شاء الله. يعني ما كافي عاد دم، ما كافي يا مليشات يا عصائب. يا سيد مقتدى نطلع شوي، يوم احكي لك كلمه يا سيد مقتدى. يعني هاي الجريمه مال جبله، لو بس تصريح من عندك، لو بحرم الدم العراقي هم تهز قلوبنا شويه. يعني خدنا انسانيه وين راحت يا مراجع، يا ناس، يا عالم. بلكم ما كافي عاد، ما كافي دم، بلكم غيره لبلدكم. مش وقت تصير عندكم انتو وكيل وكافي عاد. وانا اشكرك اخوي استاذ. شكرا لك اخوي ابو عراق. اكو فيديو صغير على ذكر قاسم سليماني، اريدكم تشوفوه وتشوفون ايش يعلمون الجهال بالمدارس. تابعوا ويانا. شفتوا الفيديو اللي طلع قبل شوية؟ تعرفون انه هذا جريمة بحق الطفل؟ جاهد شعلي، وارد اقول له هذا اللي يلقن الجهال ويقول لهم مشكور حجي قاسم ما قصرت ويانا. لا نسيت الامريكان، ونسيت التحالف الدولي، ونسيت هواية حاربة وياك، لانه حجي قاسم اللي دا تقول عليه لما كان يقتل بالعراقيين بالمحافظات، كان اكو غطاء جوي امريكي فوق يقصف، فنسيتهم. يعني اذا تردون تعلمون الجهال، بس المدارس المفروض ما لها علاقة بهالموضوع، الجهال ما لهم علاقة بهالموضوع. احنا المفروض نحمي الجهال من اي مؤثرات خارجية حتى يتربون صح، حتى يتعلمون صح. مو موضوعي هذا، موضوعي الاتاوات. ابو علي من البصرة حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. اخي العزيز. نعم. انا طبعا مشيت في مناطق ونودي مساعدات للحد. لوين؟ او من دخل داعش للمناطق الغربيه. نعم. من دخل داعش للمناطق الغربيه واحتل ذيك المناطق، وحقيقه انا طبعا مو من الحشد، اقسم لك بالله العلي العظيم ما هم من الحشد، بس مجرد نعطي مساعدات للحشد، يعني نودي مواد غذائيه ونشوف شنو الاوضاع. نعم. لقينا كثيرين من اكياب بالمناطق الغربيه بالموصل ولا بالانبار، يعني اكو ناس شرفاء بشكل، ووقفوا ويا الحشد والحشد واقف لهم، وشوف اكو علاقات قويه. بس انا هسه اللي قاعد اسمع يا اخي على الشاشه هذا ما شفته في ذيك المناطق يا اخي. يعني اكو ناس حقيقه اكو علاقات طيبه بين الحشد ولا بين المناطق الغربيه، وشوف يعني علاقات يعني ما تتوقعها انت. هسه احتمال بالاردن وما جاي للمناطق الغربيه، انا متوقع من هذه.
بس انا اللي شفته يا اخي شفت العجائب. منو قال لك انا بالاردن اخوي العزيز؟ على كل انا مو بالاردن، هاي رقم واحد. رقم اثنين، اذا انت تقول ما جاي للمناطق الغربيه راح اسالك سؤال اخوي العزيز. لا اوقف قبل ما تلبلب لي صور الحشد، انا راح اسالك سؤال. 3500 رجال من الانبار بسيطره الرزازه شايلين اعلام بيض متحامين بالجيش والحشد ورايحين لهم يقولون لهم خلصونا، صار لهم فوق السبع سنين اهلهم ما يندلوهم وين، ان كانوا ميتين ما يعرفون، ان كانوا عايشين ما يعرفون، ان كانوا معتقلين ما يعرفون، ان كانوا مشمورين ومذبوبين بالشط ما يعرفون. هذول 3500 شوي. اسمح لي انا ما احكي لك، ترى يعني من اقول لك ثق برسول الله ثق، وانا من دا اقول لك ثق، انا من دا اقول لك ثق دا اقول لك ثق بكل اهالي الانبار. بس خل اكمل لك نعم. اللي شفته انا واللي سمعته من ناس الشرفاء الاصيلين من المناطق الغربيه، نعم، ولما الحشد شلون قلت لك اكو علاقات قويه، اهل المناطق الغربيه تقبل الله ورسوله، يقولون للحشد رحم الله والديكم خلصتونا من اجرام داعش السعودي. انا اقول هذا الستول اللي غلط على الشهداء. زي. اسالك سؤال ابو محمد علي محمد بن هولندا. اسالك سؤال رحم النبي. لا اوقف انت وصلت النقطه حلوه ابو علي، وصلت النقطه حلوه بس اوقف لي لا اوقف مو اعطيك وقت البرنامج كله لك انت بالذات يا اخويا، بس اعطيني مجال. انت وصلت النقطه حلوه، لما اهل الانبار واهل الموصل يقولوا له لحشد انتم خلصتونا من اجرام، تقدر تقول لي الاهالي اللي موجودين، تقدر تقول لي الاهالي اللي موجودين بالمخيمات اليوم واللي موجودين كنازحين واللي طالعين من بيوتهم ممنوعين يرجعون واللي ما عندهم اوراق ثبوتيه ولدهم ممنوع يدخلون مدارس واللي ما يقدرون يشتغلون بتهم ان هم عوائل داعش وذول اللي مهزومين من داعش، تقدر تقول لي شنو الكيل بمكيالين وياهم؟ اقول لك اللي نازحين في سوريا، لا اللي نازحين بالعراق، اللي طلعوا بمخيمات سوريا شوية بالعراق، العراقيين بالعراق سوريا. بالعراق اخويا بالعراق، بالعراق ايه بمخيم عربد وبدهوك وبسنجار. شوية اسمح لي هذولي بس اعطيني مجال، هذولي بالمخيمات اللي بالمخيمات مو عراقيين؟ النساء اللي موجودات، لا النساء الموجودات هن متزوجات داعشي. أوكي أشكرك 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 أبو علي، ما أقبل اتهام إلى أي مواطن عراقي، شكرا شكرا جزيلا لك، لكن اللي موجودين بالمخيمات دول عراقيين حالهم من حالك وحالي. الشيخ ستار الدعمي من كربلاء حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام والرحمة والإكرام. والله يا أخي أنا في مقام الدفاع عن الحشد. نعم. يعني بالنسبة لي أنا طالب حوزة علمية. نعم. وأنا كنت من المقاتلين ضمن الحشد. نعم. وبعد أن انتهى يعني الخطر على العراق واندحر داعش رجعت إلى الحوزة، وكنت يعني متبرع، أنا قتالي متبرع مع الأخوة المعممين من السادة والمشايخ. نعم. ومن المشاركين في تحرير الموصل. نعم. وياي على الخط حبيبي وياي. إذا أمكن تختصر لي، لأن عندي رسائل والوقت راح يخلص. نعم. رحمة على والديك، رحمة على والديك. يعني الحشد الآن هالهجمة هذه على الحشد ومحاولات تسقيط الحشد، يعني الحشد أين كانت هاي الألسن عندما كان الحشد على السواتر؟ عندما كان شنو؟ أين كانت هذه الأصوات عندما كنا إحنا كمعممين وكحوزويين وكل طوائف الشعب، حتى الأخوان يعني من الأنبار من الموصل من سنجار كانوا يقاتلون معنا صفا واحدا ونقسم معهم رغيف الخبز قسما بالله. أخ ستار أرد أسألك سؤال، أخ ستار أرد أسألك سؤال. تفضل حبيبي. السيطرات منو مسيطر عليها؟ يعني أنا مسوي سيطرات ببغداد وعلى حدود بغداد وحدود. والله أنا متفق وياك. بس أوقف لي لا أريدك تجاوبني أخويا. أنت تقول أخويا حبيبي قلبي، أنت تقول أنا طالب حوزة علمية، صح لو غلط؟ نعم صحيح. إذا أنت المفروض تعرف الله، تحكي الصدق. أنا أريد أسألك سؤال، السيطرات ما أدري بداعتك. زين السيطرات منو مسويهن؟ أنا جايك الجيش والحشد، الجيش والحشد
لو اهالي الانبار واهالي الموصل واهالي ديالى واهالي النجف واهالي كربلاء هم اللي مسوين سيطرات. بالنسبه لموضوع السيطرات الدوله هي المسؤوله عن السيطرات. لا لا اخوي العزيز خلي مو انت قلت احكي الصدق. اكو نوعين من السيطرات او اكو ثلاث انواع، اكو اتحاديه. يعني هسه احنا عندنا في كربلاء، ما انا قاعد اروح لكربلاء اروح للنجف اروح لبغداد، اللي امامي واقف مو قوات حشد والسيطرات، اللي امامي واقف قوات جيش وشرطه. تقسم يمين انه ماكو سيطره للحشد؟ انا ما ادري يقول بس في المرات. بدي اسالك سؤال، تقسم يمين انه ماكو سيطره للحشد امام رب العالمين؟ حبيبي ضمن قواطعهم لعله اكو سيطرات، انا ايش مدريني، بس انا قاعد اقول لك على المناطق اللي يعني هاي المناطق. زين اخويا اذا انت ما تدري، اذا انت ما تدري ليش تدافع عليهم واكو ناس يدرون؟ اكو ناس زعلانون. حبيبي انا قاعد، حبيبي قاعد ادافع عليهم، دافعوا عن العراق اخويا العزيز. زين بلا زحمه اخويا العزيز، اخويا العزيز يا حبيبي، اخويا العزيز بلا زحمه، دافعوا عن العراق على عيني وراسي، بس سووا مصايب وراها الناس ما دا يتحملوها. حبيبي عاد لعد القانون، لعد الدوله وين؟ وهذا سؤالنا، هذا سؤالنا، الدوله وين؟ اكو الدوله وين؟ ولا كل هذا بسبب الدوله. انا متفق وياك، الدوله هي الدوله المقصره، الدوله هي المقصره، اللوم على الدولة يقع. لازم اللوم على ابن الحشد اللي كامش لي السواتير. زين أرد أسألك أخ ستار حتى أختم، أرد أسألك سؤال أخوي العزيز، الوزراء والضباط والمعرشين وتابعين الأحزاب لو ما تابعين الأحزاب؟ أنا متفق وياك. لا يا أخوي الله يخليك، الله يخليك على كيفك وياي. ما لي علاقة بالأحزاب. جاوبني جاوبني بس جاوبني أخوي. أما أنا أدافع فقط عن الناس. وراح أجيك وياك، جاوبني تابعين الأحزاب لو لا؟ أي أحزاب هاي تابعين لها؟ الوزراء والضباط وما أعرف شنو تابعين الأحزاب لو لا؟ ما لي علاقة، أنا قاعد أدافع عن ابن. تعرف ليش ما لك علاقة أخويا؟ شكرا لك ستار، شكرا 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 شكرا. تعرف ليش ما لك علاقة؟ لأن عرفت سؤالي، لأن أردت أقول لك الوزراء والضباط واللي ما أعرف شنو اللي دا يشتغلون بالجيش تابعين للأحزاب، راح تقول لي إيه تابعين للأحزاب، ونحن كنا نعرفها، حتى مدراء عامين ومدراء تربية وأكو بيهم ما يعرفون يقرون يكتبون، لأنه قرايب وزير وقرايب علان وقرايب هذا عامر وقرايب قيس غزالي وقرايب مقتدى صدر وصعده. وردت أقول لك وراها إذا هم تابعين الأحزاب، الأحزاب عدا ميليشيات، راح تقول لي إيه. راح أقول لك الميليشيات من ضمنها بدر والعصائب وغيرها وغيرها وغيرها، راح تقول لي إيه. أقول لك ذولا هم الحشد، راح تقول لي إيه. أقول لك إذا الحشد المسيطر على الدولة فالهسبب صار ما إلك علاقة. شكرا شكرا جزيلا إلك ستار. بالنسبة لرسائل الواتساب، السلام عليكم، الإرادة الشعبية لم ولن تسقط ما دام هناك شعب حي يمتلك الإرادة الفعالة، فيجب الاستمرار بدون توقف. السلام عليكم، أنا ابن العراق، بالنسبة لمجزرة جبلة هم القوات الأمنية والحشد، وإذا أكو قانون لازم ينعدمون بنفس مكان المجزرة والله ينتقم من عندهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشكور أخوي العزيز على رسالة دزيتها. السلام عليكم، ياب العراق مبيوع إلى دول الخارج ودول الجوار من قبل الحلبوسي والكعبي ومقتدى الصدر. رسالة أخرى، أتمنى أن تظهروا هذا الفيديو على الشاشة، دز على نافذة أنت ترى. رسالة أخرى تقول أتمنى تنشرون هذا الفيديو وتشوفون وين وصلت المؤسسة العسكرية، لغة تهديد ووعيد بيد النساء، هم ندز على نافذة أنت ترى بالشريط الأبيض جوا. عفوا. رسالة أخرى، السلام عليكم، اليوم خلي يشوفون العراق وين وصل، وسننتقم من كل من قتل من شهداء العراق، هذه الفلوس التي خمطها المالكي لخيرات العراق أمانة نشروها، انشرها على أنت ترى، إن شاء الله سيدفعون ثمن هذا الظلم على يد ألف واحد قادم من يحب الوطن، هي مجرد كلمة الآن وفي الغد القريب هي واقع حال، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. متابعيكم من ولاية فرجينيا، أخي أفل تحية لك وللكادر. كل معاناة الشعب العراقي وكل ما يدور في العراق من فساد وقتل وخطف بسبب المرجعية في العراق المتمثلة بمهدي الكربلائي، ليش هذا السكوت لحد الآن على كل ما يجري في العراق؟ ليش هاي المرجعية ما تقدر تعطي فتوى لنبذ هاي الأحزاب الفاسدة، لكن هاي المرجعية هي التي أعطت الضوء الأخضر لهذه الأحزاب لأنهم مستفادين من هذه الأحزاب؟ أخوكم أبو مالك. أبو محمد من النرويج، السلام عليكم، لقناة الرافدين المجاهدة، لمقدم برنامج الغالي الأستاذ أفل. أخي السيطرات مجرد مصيدة للصياد البشر وسيارات وحمولات،
وحتى الحجر لم يسلم منهم. لي صديق أقسم بالله أنه لن يزور بلده العراق بعدما تعرض له في سيطرة فاصلة بين دهوك والموصل وهي سيطرة للحشد، لأنها ترفع علم حزب الله على أن هناك تشابه بالأسماء على اسمه، مع أنه خرج وختم من حدود زاخو قادمة من خارج البلد وتم عصب عينيه واحتجز مدة 10 ساعات، ثم أطلق سراحه مقابل ثمن أرسل إليه من خارج العراق. وأبسط مثال على ذلك ما حصل من مجزرة بشعة في جبلة بمحافظة بابل. ولك الله يا عراق، تحياتي لحضرتك وشكرا. تحية طيبة. يا ريت بعد ما نسمع صوت أي ذيل على قناة الرافدين، أي واحد مطفي وطابق على صفحة وشاير راس الباتري، أتمنى ما تقرون رسالتي حتى لا نقببها. أنا ما أريد أكون طائفي، لكن ما أريد نكون أتباع إلى إيران، وأتمنى يكون العراق بخير. ولا أسمع ولا أتكلم ولا أرى، بس أنه أشوف العراق بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية حب وتقدير لكادر قناة الشريفة وعلى رأسها مدير القناة المحترم، لأن قناتكم نابضة بصوت الحق، ولكم مني كل الاحترام، أخوكم رنا من بابل. السلام عليكم. هذا الفيديو بخصوص قاسم سليماني والمتصل أبو شيماء وأبو علي وستار، يدلسون حقيقة توجد عصابة مشتركة تتصل بالبرنامج لتسويف الحقائق أمام العراقيين. وأيضا شخص بعث لي 55 فيديو يقول أتمنى أن تظهروها على شاشة الرافدين. أخي الحشود المجوسية من نحتل المدن عندهم قائمة من قبل إيران، أخوك جليل من الوطن العربي غائمة من الجيش الصنديد الوطن القاتل المجوس، كانت القوات الأمريكية والقوات المتعددة الجنسية تؤكل بهالهضاب. يعني راس الرسالة يقول أتمنى تنشرون هذه الرسائل. أخي العزيز، إذا عندك كم هائل من الفيديوهات أرسل إلى شاشة أو نافذة أنت ترى وتنشر إن شاء الله. مشاهدين الكرام، اليوم بالعراق أكو أتاوات، إن كان جيش، إن كان حشد، إن كان شرطة، إن كان مسؤول أو أي شخص بالعراق يأخذ أتاوة من مواطن عراقي فهاي جريمة ولازم يعاقب عليها القانون، لكن القانون ما يعاقب. السؤال ليش؟ الجواب يومكم. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم. في أمان الله.